تسيري عني ما في ملا حادث يا بنتي يا حبيبتي انا لو بينا الله يسهل عليها ان شاء الله. الحمد لله. ولا تو بسمع هيك انت يا فهد؟ وين انتوا يا فهد؟ وين؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ هيدان. هيك انت ما هيك انت؟ أنا هيك انت يا ضبع الليل؟ كنت تدور من مكان لمكان مكانك؟ أنا كنت عند صديقي وصديقي صديقك يا سواد الوجه في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ مو سوى ما صديقك مو إلا كنا لعب له بس لو إنكم تجلسوا وتستفيدوا من الجلسة اللي تجلسوها كنا ما قلنا شيء كنا ما علي أصبح بدنا كنا ما وقته تو ما وقته توشيخ فيه والصباح صياح إن شاء الله طب شباب وشباب فاضي والشباب الفاضي مصيبة الله تخرب بس أخير إن شاء الله ها عمتي بشري خير كيف سعيدة؟ بعدها يا ولدي بعدها أنت سير البيت بكرة عليك دوام سير أنا هنا تريدين أنا أروح الشغل وأترك سعيدة هني؟ طيب عينيك يا سعيد عندها الممرضات هنا ما مقصرات هي بعدها ولادتها بعيد على ذاك الصراخ من سعيده ولادتها بعدها الله يهديك يا سعيد كيف سعيده اول مره بكر وما تعرف مسكينه خيفانه انت سير البيت انا هنا بجلس حيتها لا تخاف لا تشيل هم روح ما اروح احسن شيء الدغر هذه سعيدتي ما تكون علي نعم ما تكون حتى لو باكر الصبح ما اتحرك من مكاني مو القصة ما حد يرد في بيتهم خديجة انت قاسة تتصلي من الصبح الحين حترد عليك الساعة 6 الحين خديجة هنينا ننام اقول لك انا بعيوني شايفة الليتات في بيتهم لبقات وسامعة صوت من داخل البيت زين احنا مالنا ومال الناس مالنا ومالهم كيف مالنا ومالهم الله يهديك خلفان كيف مالنا ومالهم نحن جيران وحق الجيرة يفرض علينا كذاك هذا خديجة لما هم يطلبوا المساعدة انا رايحة تعالي وين رايح الحين؟ أروح بيت سعيدة علشان أطمن عليها وأقدم لهم المساعدة أنت جالسة تتصلي من الصبح حدرد عليك؟ إلا فهمتي شيء؟ إلا تبغي تفهمي؟ قول لما تتصلي وما حد يرد عليك معناتي إنهم راحوا المستشفى والله صحيح لكن ليش ما خبروني؟ سيستر بشري لي خير انت زوجتك الحرمه اللي جايبينها في الليل؟ هي نعم مبروك زوجك جابت ولدين الحمد لله رب العالمين زوج سيستر وهي زوجتي تو؟ انت
تعال يا سيل، شيل سيستر. حول قوة الله بالله، راحت ما واحد يسير. يا رب يسير الثاني خير يا رب. ولدين سعيدة، واحد يكفي دبل. يا الله الحمد لله، الحمد لله على كل حال. صباح الخير يا عبد الله. صباح النور. لو الناس بعد الدوام ما بدا. والله بصراحة أنا اليوم ما كنت ناوي أتأخر، بس حصل لي بنشر في الطريق وأنا جاية. دور على غيرها، هذه الحجة سمعناها أكثر من عشرات المرات. أصبحنا وصباح الملك لله. أقول عبد الله، سعيد وين بعد ما جاي؟ إي نعم، بعد ما جاي مثل ما تشوف. عجيب. تسألني أنا عن الحجج المتكررة والتأخير المتكرر، وليش ما تتكلم مع سعيد؟ هذا ما موجود لنا الحين، ولا ناس وناس؟ سعيد عنده ظروف قاهرة. يا سلام، يعني سعيد عنده ظروف قاهرة وظروفي أنا مرة سائر. أنت ممكن تقولي على شيء واحد؟ إيش اللي يخلي موظف يتأخر عن عمله؟ ظرف أنت عمرك ما مريت بيه، ولا أعتقد أنك بتمر بيه في يوم من الأيام. يا أخي قولي، قول لي يمكن في يوم من الأيام أستفيد به. سعيد اتصل ويقول مودي زوجته للمستشفى علشان تولد. لا لا، هذه صعبة بصراحة، هذا الظرف ما يصلح معي أبدا. سعيد بن فرحان الطاغي. لا، مبروك زوجتي جابت بنت ولد. غيرهم أسير ستة حاشا في الحارة ولا راحت برا. أبغى أسأله كيف في غير تو جايبة اثنين. سستر لو سمحت. نعم. أقول أنت من ساعة خبرتيني نزال عندي ولدين، والحين أسمعها. أنت هذيك زوجتك؟ هي مسكينة توفت بقية حياتها. ها؟ ماتت؟ سعادتي ماتت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شجع نفسك، هذا قضاء الله، ها على إذنك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو جبت المستشفى ما كان أحسن بسرعة، يعني لازم الولادة وام علي وام سعيدة. أقول حميد. قول حميد. خير؟ اسمعني. أقول دلال السلوم كم دلالته؟ مثل العادة. ها؟ مثل كل مرة. لا ما لا 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 مثل كل مرة كي مو حساب. أنا ألعب بالست هنيح. لا أبوي ما قبول على ذاك التعب وذاك الهلاك وذاك القيل والقال، وتعطيني مثل كل مرة؟ لا بالا. نحن ما بنختلف في المبلغ يا سلوم، انت كم تريد؟ يعني فوق العادة 100 ريال. ايه؟ سلوم. ها؟ ما كأنك اتطمعت شوية. زين حميد، بعدني في اول الطريق، ومثل ما يقولوا يا دار ما دخل الشر. سلوم انا بعطيك اللي تريده. بس يا ريت لو تمر علي العصارة علشان نتفاهم. ليه؟ لحمد لللللل حارب حارب التفاهم في هذا المكتب. تو يا ولد الحلال ما يصير الحين. كيف؟ تعال لي بعدين، انا الحين جالس انتظر تجار علشان يعاينوا قطعة ارض يريد يشتريوها مني. انت تعال لي العصر. لا العصر انا مشغول معه. زين تعال بكره. زين انا هجيك بكره. اي نعم هجيك بكره، وانا من الناس يا حميد اللي ما يغير كلامه، والحكمة تقول من غير كلامه قل سلامه. سعيد سعيد. مبروك يا ولدي، مبروك عليك. انت السبب، انت جايبت اليوم علي. ها جايبت اليوم علي. مالك سعيد بقى؟ مالك سعيد راحت. تقولي لي مالك؟ هين راحت؟ شي حرمة تربي توها وتصير مرة طيبيك؟ يا ظهر ما عندها خبر بعد.
سعيدة ماتت، جابت ولدين وماتت، كيف أسوي الحين؟ سعيد الله يهديك، كيف يعيشوا بدون أم الحين؟ بس أخولك بس ولا كلمة، ومن يربيهم ولا إنسان وحيد ما عندي حد. سعيد بس ولا كلمة، طال الله ولا تالك إن شاء الله، بنتي بخير وعافية وحجة، وجابت لك ولد وبنت. هي بالمرضى قالت إنها أبوي، هذيك حرمة غيرها حرمة غير، الله يرحمها ربي. مرة مو بجايبة شكون جمال سعيدة، لكن الحمد لله بنتي بخير وعافية، الله يعطيها العافية طول العمر إن شاء الله. صحيح هذا الكلام يا عمتي؟ صحيح؟ كيف ما صحيح وانت تشوفنا حياتك طيبة؟ مبروك عليك مبروك. الله يبارك في حياتك يا عمتي، ظهر أنا فهمت المرضى غلط الظاهر. كم بولك كذا؟ انزل عجيب بسير أشوف سعيدة الحين. مبيا إيه ساير؟ بسير أشوفها؟ هيك تشوفها هناك حريم، ماي ممنوع ممنوع قالوا لك. توصيل البيت وتعال عصيرية. يعني رايك اروح واجي بعدين؟ اقول لك وجيب عمك سلوبي ولك، وان كان بغيت شيء ولا شيء خبره، لا تخجل، بيت بيتك. نعم والنعم، عز الله والنعم. ما كانش بالغت شوي في الكلام عمتي؟ عم سلوم ها؟ شوية اقول لك انت بس قول لام سعيده قايله هذا الكلام وتشوف عد. عرفنا مفتاحك عم سلوم، جاينك يا الحافي جاينك. سعيد هلا الغلبان. يا مرحبا، حي الله ذيك جيت. بشر بشر اول بشر بنت ولد يا خلفان. كيف حال سعيد؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اصدق يا خلفان؟ نعم انا فرحان اليوم كثير كثير بصراحه، من الفرح. نعم. ودي ارقص ارقص. ايش ودك؟ ارقص سعيد. الحمد لله. بترقص الحين؟ بترقص، لكن بعدين. ولا اقول لك احسن اغير السالفه الوقت الثاني احسن. كيف يعني؟ ايش قصدك خلفان بهذا الكلام؟ ليش ساكت؟ أنا ما بساكت، لكن تخبرني إيش جابك نير؟ لا تغير السالفة، قول ليش الموضوع؟ خوفتني يا خلفان مثل إيش؟ خير؟ لا 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 يا سعيد، هذه السالفة ما تخوف أصلاً. كيف ما تخوف؟ تقول لي بيصير بعدين، وبعدين إيش بيصير بعدين؟ لا سعيد، أنا قصدي يعني مشاكل الأولاد ومصاريفهم بتكثر عليك، وهذه الأمور أنت عاد مرة عاد سويها الله. مصاريف بس يا خلفان؟ أنا ما تهمني المصاريف علشان أولادي، أضحي بروحي علشانهم، أحمل روحي على راحتي. تقول لي مصاريف ما مصاريف، صحيح ما عندك سالفة يا خلفان؟ أنا ما عندي سالفة يا سعيد، الله يسامحك. المهم يا خلفان أنا تعبان، أبغي أرتاح شوية. يلا روح ارتاح أنت، وعلى كل حال مبروك ونعمت بالزايد مثل ما يقولوا. الله يبارك فيك. المهم إن شاء الله أنا وخديجة اليوم نمر عليكم المستشفى ونطمن على سعيدة ونبارك لها في نفس الوقت. حياكم الله. طيب حياك الله ومبروك. الله يبارك فيك. بش بش العود. يلا حياك الله. كيف خديجة انت الحين ما بتروحي ولا كيف؟ ما بروح يا خلفان، انا ما بروح ولا بخطي شبر واحد من ذا البيت، ما بسير. وليش عاد ليش؟ عشان ام سعيدة مرة ثانية تعرف الناس وتقدرهم، تقوم تشل بنتها من غير ما يخبرني ولا كأني قارتهن. ليش انا ما من حقي؟ يا خديجة، اولا سعيدة صديقتي كنت تعرفي هذا الشيء، وبعدين الصديق وقت الضيق، وهذا كلامك ولا نسيتيه؟ الشيء الثاني أم سعيدة معذورة، أولاً خايفة على بنتها وهذا شيء واحد، ثانياً أنت تعرفيها وتعرفي سلوك وطبعها. ولو أن كلامك صحيح خلفان، بس عاد خديجة لا تجلسي تبسبسي، أنت المهم جهزي نفسك عشان نروح العصر ونزوره. أنا بسير بس كله عشان خاطر سعيدة. زين يلا أنا رايح الشغل الحين. إنزين ما قلت لي؟ نعم. وليش رجعت؟ الله يسلمك يا خديجة، أنا بصراحة نسيت أوراق، وهذه الأوراق نسيتها والحين جاي أشيلها. أي سؤال ثاني يا خديجة؟ سلامتك. خير؟ حاسس إنك باغي تسأل عن شيء.
وبصراحة أنا كنت باغي أسأل عن شيء، بس أخاف تقول إن أنا يعني أضيع وقت العمل ولا شيء. ما يخالف اسأل، لأنك لو ما سألت بتبقى مشغول بسؤالك هذا، وفي نفس الوقت ما بتنجز عملك بإتقان. تفضل. ما عبد الله، من سالفة سعيد وهو زوجته اللي موجودة في المستشفى جاي على بالي سؤال، إيش كان شعورك يا عبد الله وأنت ترزق أول مولود؟ بصراحة الشعور فياض وما ممكن يوصف. الأبوة نعمة من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت مسؤولية. ما قلت لي كيف كان شعورك، ليش يعني ما ينوصف؟ يكفي أني أقول لك أن كنوز الدنيا كلها ما تعادل ابتسامة الطفل، وهذا سر من الله سبحانه وتعالى أنه يزرع محبة الطفل هذا في قلب والديه. يا شعور جميل واي. الأبوين مستعدين أنهم يضحوا بحياتهم كلها على أساس يهنوا هذا الطفل بس. يا ريت، يا ريت لو يكون عندي ولد عشان أشعر بنفس هذا الشعور. إذن في هذه الحالة اتزوج وربك كريم. جيت عند مربط الفرس، هذا الشيء الوحيد اللي أنا ما أفكر فيه أبداً. عقب كيف تفكر أن يكون عندك أولاد؟ ها؟ يا حي الله أبو حمد، زارتنا البركة. أهلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا، شرفت. فضل سريع. أهلا أهلا. الله يخليك يا خلفان، الله يخليك. أقول خلفان. نعم. أنا جاينك وعندي لك فرصة للربح السريع السهل. يا مرحبا والله بقدومك. يا حي الله أبو حمد، شرفت. قدمت أهلا يا أبو حمد ورحلت سهلا يا أبو حمد. إيش الموضوع؟ اسمع يا خلفان. نعم. أنت ما يخفى عليك أنا عندي قطعة أرض وموقعها زين، وما يخفى عليك أن هذه الأرض أسعرها بعد كمين شهر بيزيد وأنا أبغى أبيعها. زين يا أبو حمد، مدام أن الأرض موقعها زين وسعرها بعد كمين شهر بيزيد، أنت ليش تريد تبيعها؟ خبرني. أنا يا خلفان وما يخفى عليك أن هذه الأيام محتاج للفلوس. محتاج للفلوس. وكم تريد تبيع الأرض؟ ما واجد، يعني 16,000 ريال. كم؟ 16,000 ريال. 16,000 ريال. زين أبو حمد، عاد هلا في أخوك خلفان وراعينا شوية في المبلغ. ها أنت ما يخفى عليك، صدقني يا خلفان أنا معطاي فيها من مدة 19,000 ريال. 19,000 ريال؟ هي نعم. زين أبو حمد، أنا أبغي أطلب منك طلب بسيط وهلا في أخوك خلفان. تفضل تفضل يا خلفان. الله يكثر خيرك. زين اسمعني أبو حمد. نعم. أنا بعطيك نصف المبلغ الحين، والنصف الثاني من المبلغ أبغى منك تصبر علي شوي. أنا محتاج المبلغ كامل، وما يخفى عليك الأرض تراها زينة. أنا أعرف إنها زينة الأرض، لكن عاد بس. لا لكن ولا شيء يا خلفان، لولا المعرفة والمعزة اللي بيننا أنا كان ممكن أبيعها لواحد ثاني، وما يخفى عليك أن كثيرين يتمنوا يشتريوا هذه الأرض. ها إيش قلت؟ ايش اقول بعد؟ بس انا بصراحه ما اعرف ايش اقول. حتى انت ما يحتاج تقول يا خلفان، انا اخاف انك انت تكون ما متاكد ان الارض في موقع ممتاز. لا لا، انا زرت الارض وشايف ارضك زين، والارض عاجبتني وما ابغي افرط فيها. لا. خلاص ما زال عاجبتنك نوب انا اقول زين، وهذا مثل ما تشوف. انا جاي انك علي مكتبك واقول لك مستعد للبيع. زين، ابغي منك طلب ثاني. نعم. تقدر تمهلني اسبوع لين ما يتوفر المبلغ؟ زين يا خلفان، أنا بعطيك لمدة أسبوع زين. بس عاد إذا ما قدرت تدبر الفلوس سامحني. لا 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 يا أبو حمد، لا تقول. ما يخفى عليك إن هذا الشيء، ما يخفى علي إنك بتبيع هنا. خديجة، خديجة يلا تأخرنا بسرعة. خديجة. نعم خلفان جاي. الله يهديك، مالك ذاك مستعجل؟ ايش هذا اللي جايبت لنا؟ ماشي الله يهديك خلفان، كمين طبخة طابختنهم حال سعيدة. هذا قبول الدجاج، وهذا خبز وعسل، وكمين بيضة شالت لهم سوت لها إياهم دهدة دهدة، وكمين قوطة طماطي قوس. بس ماشي شي غير البر. متأكدة؟
متأكدة؟ نعم. شيء فاضل في الثلاجة هناك شيء؟ واجد، أسير أجيب منه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا خديجة يا خديجة، بس هذا ليش؟ كل هذه الأغراض ليش؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله. تو أنت الله يهديك خلفان ما عارف أنا حال مشال ذا كله؟ تو أنت ما تعرف أن سعيدة صديقتي وجارتي وأختي وحبيبتي، والمفروض أني يوم أسير أزورها ما سير يديني خاليات؟ على الأقل لازم أودي لها بعض هذا الشيء بو شالتنا. غلط اللي جالسه تسويه، غلط. وبعدين انت ما حد بيدخلك المستشفى شال لك كل هذه الاغراض. حال مو ما يخلوني ادخل خلفان؟ لان المرضى الموجودين في المستشفى امورهم كلها متوفره هناك، والاكل موجود والخير كثير والحمد لله. خلفان ابوي، انا عارفه ان كل شيء والحمد لله متوفر في المستشفى، لكن زياده الخير خيرين. زياده الخير خير، بس المرضى اللي في المستشفى لهم اكل خاص، ما حي الله اكل ياخذوا لهم اياه. انزين عقبته اذا مو مسوي بخبرني. هذا كله ترديه الحين. انت حشا، انت ما بشي، انت عازمة 20 واحد، ردي كل هذا ولا تشيلي لها سعيدة الا العصير وبس. يلا بسرعة. زين، مبروك شيء. مبروكين يا سعيد، مبروكين، يتربى في ظلك ان شاء الله. احسنت يا فهد، احسنت. بغيت اشوف كيف حال سعيدة؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير وعافية. الحمد لله، الحمد لله. وش قطع بحسك؟ ما يكفيك انت، الله يهديك انت. انا عندي قاعد اسال سعيد انك قاعد تحقق معاه؟ اسف الوالد، اسف. تفضل تفضل تفضل. سعيد ولدي. نعم. كيف حال ام سعيده؟ اقصد كيف حال بنت سعيده؟ بخير الحين عمي، بخير الحمد لله. الحمد لله. ما ادري بتروحين عندهم ولا لا، انا مر عليكم بهذا الخصوص يعني. احنا بهذا الخصوص انا والوالد اتفقنا على اساس ان نروح والحين. زين، مادام قررت يا شايف فهد هنسير. مادام قررت. العفو الوالد، العفو، انت الاول والاخير، انت اللي تقرر. مادام انا اللي اقرر انت تسكت وتنطم ما تكلم. لكني الله يلقيك. سعيد با، سيارتك جاهزة؟ هي يا عمي جاهزة السيارة. اذا هيا بنا الى المستشفى. الحمد لله على السلامة يا بنتي. الله يسلمك يا امي، الله يعافيك ان شاء الله. اقول ما يا سعيد، شفتي المسكين وحليله حالته، وانت كنتي تعبانه وتتالمي. يا الله كيف يتالم معاك مسكين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، لازم يتاثر. لازم، انا حرمته وام اولاده قالت لثنين الله يبارك. الله يسلمك. وبعد انا بنت عمه. اي لازم. اقول ما عصرا هالولاده ما سهله، تعب وهناك. هالغلط من نحن وبنت حلال، ما جبناش على طول. لو جبناش على طول كان على الأقل الدخاتر قدروا يسووا شيء يساعدوش تسهل ولادتش. نعم. لكن الحمد لله الله سهل عليش. الحمد لله، الحمد لله رب. لذلك أنا لازم أنصح هذه أم علي يكون تعتزل ذي المهنة. من شحين لنا بالله، الله يبارك. يا الله الولد حلو مرة، سعيد الله يبارك فيه. والبنت مرة سعيدة. نعم نعم، الحمد لله. مقطعين شر على حصى، الله يبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تستر، حليلة مسكينة. هلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله بخير وعافية. الظاهر انك تحبي زوجك واجد واجد. معلوم معلوم. لدرجة انك انت في البنج ولا ترددي اسمه. ما عقب انا قلت قصة حياتي. والله سمعتيها؟ ايوه. زين، في وحدة اسمها خديجة برا. اي قلت لها نعطي سعيد الدواء وتدخلي. هذه صديقتي وجارتي. نعم مسكينة جاية تزورني. خليها تجي، خليها تدخل. احسنتي احسنتي، ما شاء غيرها. مشكورة مشكورة، ما احسنتي. حليلها. الليلهم سعيدة، ترى وحدي بعدني متشرها عليش. تقوم تجيب سعيدة المستشفى من غير ما تخبريني ومن غير ما يكون عندي علم؟ الله يهديش يا خديجة، أنا حتى لو خبرتش مو قايمة تسوي لي. بعرف أنا، على الأقل أنا بقوم وبتصرف وبسوي شيء وبشوف ليش واحدة أحسن عن هذه بسمها معالي بنتي قابتنها. لا 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 يا خديجة، أنا غلطش في هذا الشيء. كيف؟ لأن المستشفى الحمد لله أنا وجدت أن العلاج فيها أحسن وأفضل عن حرمة ثانية هي من برا. عموما الحمد لله على السلامة الأخت سعيدة. خديجة،
يلا ترى تاخرنا، انا عندي شغل. يلا بابا بابا خلفان وحده حتى ما قدرت اجلس واشبع من شوفت سعيده. يا انا شبعت يا خديجه. المفروض ان الزياره تكون قصيره وبعدين نترك مجال راحه المريضه، في نفس الوقت نترك المجال غيره يزورها. خلفان خليها شوي الله يهديك. يلا تحرك، يلا تحركي، يلا انك انك مساكين هناك صغيري وحدهم في البيت معقوقين. صح وحدهم صغير يعني رخصيه. اهلا عمي شوف اهلا ولدي حالك طيب؟ اهلا خبرتك اسعد خديجه جاي تشوف سعيد؟ اي والله جاي نطمن على سعيده والحمد لله طمنا عليها والاولاد يتربوا في عزكم باذن الله. الله يبارك في حالك. يلا احنا نستاذن الحين. احشن احشن. نعم؟ ها؟ قصدي يا عم سلوك قلت جاي تقول ايش؟ قصدي اقول يا خلفان يا ولدي حفظكم الله شيء وشيء لاولادكم. انتهت الزياره بيكون؟ يلا زين طمنوا طمنوا على اولادكم. يلا شباب يلا يلا سعيد يلا 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 سعيد ما كيف حالك معك؟ خير الحمد لله. باكر حالك انت؟ باشتقت لك. هي وانا مشتاق لك بنتي. نعم كيف حالك سعيد؟ خير الحمد لله. فهد كيف حالك انت؟ الحمد لله. اقول سعيده اوبا ما هي الولد وهي البنت؟ با هذا الولد وذيك هالبنت الله يبارك. زين تو عاد ابغى منكم شيء واحد. خلوني اسمع عن ولد بنتي، خلوني اسمع عن حبيبي. معنا ابوي معنا. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله فرحان. الصلاة والسلام عليك يا نبي. ايش هذا الجمال؟ ايش هذه الرشاقة؟ نعم طالع رشيق. نعم نعم هذا الولد صدقوني. نعم صدقني يا سيدي ولدي. هذا الولد يشبهني مقطعني براس على عم. يشبه امه وابو داكم نبي. يا مسعي مالك نبي؟ ما تطش في حلقه تطش. اشوفك ترى انت تعال شي تعال شي تعال تعال بتحيوي انت انت شوفك معني. انا شايفتنا الحمد لله. ايه اقول ايش؟ تعال شوف عيونه، شوف خشمه، شوف ايدينه يشابهني. قلنا لك اكو متقعدين. خلاص يا ابي ما تزعل مشابهنك. واللي مو رايك سعيد؟ والله الحكم عندكم. حكم عندك. تعال تعال شوف نفسك. ها شوف معني. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. سعيدة يا انتي متأكدة ان هذا ولدنا؟ ايه كيف ما متأكدة وانت ليش شاك؟ شوفه كنا غامق شوية. انه بعدني انا كنت استوت لخبطة ولا شيء. ترى البارحة سبع حريم ربيات في اقل من ساعة. الله يهديك يا سعيد. كيف يتلخبط وما يستوي؟ هني في المستشفى ما مقصرين. نعم مسوين نيشان في دين كل الأطفال، مكتوب عليه ذا النيشان اسم الأم. هي وفوق هذا كله الأم تحس بأولادها. كلمة الفريسوبة كلمة ياكم ما رطش في حلق الطشي. والله حاطت لي الأم تحس بأولادها، الأم تحس بأولادها. بس سكتي مش سكتي سعيد. نعم خلي عنك يا أم سعيدة ما عندك شغل. أباك تشوف ولدك، شوفه يشبهني ولا ما يشبهني؟ لا طبعا. ابو مالك باش انت حيلك ما يتوقف قلب الدماء. يا عمي ما انا ما اشبهك اشبهك بس شويه ما واجد يعني. اقول سعيد زين وش نويت تسميه؟ والله انا وسعيد اتفقنا ان اذا جابت بنت تسميها هي، واذا جاء ولد انا اسميه. الحين الحمد لله الله رزقنا بولد بنت. البنت انا بسميها 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 سميره. سميره بنت سعيد. والله اسم قاوي وزين. انزين والولد ما تسميه؟ والله الولد بسميه بسميه سلوم. احلى اسم لا تتردد. فكرة والله سمي سلوم على اسمي مجابني مجابني. اسمح لي عمي ما اسمي سلوم، بسمي فرحان على اسم الوالد الله يرحمه. ابو ابو ضيع شيء ضيع فيه. انزين عاد يا ابو فرحان ويا ابو سميرة مو الرأي يعني تخرجوني من المستشفى لأني أنا هيس عمري عاد الحمد لله بخير وعافية بشوف الدنيا يا أبو فرحان. بتخرجي من الأولاد يا سعودتي يا روح سعيد يا بعد عمر سعيد يا بعد طوايف السعيد. زوجي العزيز خلفان وأحسن زوج في الدنيا مد يدك. إن شاء الله. قصدي خرخش جيوبك. اي والله ها
يلا انك تسوي عمرك مره متعاي وما عارف. جيب فلوس. وليش فلوس؟ انا من يومين عطنك 200 ريال هين هنخديك. شوف خلفان، نعم، هذاك ال 200 ريال اللي عطيتني اياهم انا اشتريت بهم سامان حال البيت. وهذه الفلوس ليش؟ يلا انك تملي اليوم تجلس تسال، انت بس جيب فلوس. انت في شيء مللك خديجه؟ العالم بيتملل الا انت ما تتمللي. حش ها. شوف خلفان، انا باغي اسير ازور سعيده، وهذيل الفلوس باغي اعطيهم اياها كهديه من عندي حالها بمناسبه المولود الجديد. ليش سعيده ناقصه فلوس ولا كيف؟ لا سعيده ما ناقصنها فلوس الحرمه، بس انت جيب الفلوس. ما عندي. شوف خلفان، عاد شوف لي من اي كان لازم تعطيني فلوس، لاني انا قارتها واول وحده لازم اسير ازورها، حق القيره يقول كذاك. يلا 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 هنك. ايش الحاله هذه؟ بسرعه جيبهن كلهن. لا 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 تنتهي، تستاهل خديجة سعيده. يلا في امان الله. يلا في امان الكريم. ها سعيد، ايش اخبار سميرة وفرحان؟ والله يا امين البارحة بسببهم ما قطع منهم. ليش عاد؟ ايش بعد؟ طول النهار هم نايمين وما يحلالهم النهوض الا الساعة 2 الصبح، وتبدا عاد المعزوفة الموسيقية بسبب وبدون سبب. وبعدين مثل ما انت عارف يا امين يا اخوي ان انا هني توأم، اذا صاح الولد تبعت البنت بالصياح، وزوجتي مسكينة ما نطلع عليها باثنينها، الحالة لازم اساعدها. يا اخذ واحد عنها مشيه وحاول انيمه على كتفي، واذا شلته وما لابس شيء كان ثاني تورط. وخذ لك عاد كل ايام على هذه الحاله، مره علشان يسكتوا، ومره علشان يرضعوا، ومره علشان نعطيهم الدواء عن الاسهال والامساك وارتفاع الحراره وتغيير الملابس عند، اعتقد انت فاهم قصدي. سعيد اقول لك، عبد الله اقنعني بكلام غير هذا، قال لي ان اجمل شيء ان يكون عندك طفل، وانت تقول عكسه تماما. اسمع يا امين، برغم اللي انا قلته كلام عبد الله صحيح، اجمل شيء في الكون ان الواحد يكون عنده طفل. في هذه الحاله كيف اقرر؟ لحين سداد حسابكم. تليفون مقطوع. خديجة، خديجة. خير خير خلفان، مالك مو هناك؟ خير ان شاء الله. تليفون مقطوع. انزين، والتليفون مقطوع مو باغي اني انا اسوي؟ قوم انت سدد الفاتورة وتشوفهم اذا ما فتحوه بمرة. سهل سهل على لسانك، سدد الفاتورة. انت قلبك بارد، قلبك تلق. ايش اسوي الحين؟ فرصة وراح، فرصة ما تتعوض. انا لازم اكلم سعيد. يا خليك انا. خير ان شاء الله، حال مو تكلم سعيد وعلى مو ناويين انت وسعيد. انت تسكتي، انت تسكتي ولا تتكلمي. اصلا التليفون هذا ما انقطع الا من مكالماتك انت عند فلانه وعلانه زيد وعبيده. حش، اذا ما تكلمتي دوار يسردك دوار. ها، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. تو انا السبب عشان التليفون مقطوع؟ اذا ما انت السبب، من السبب؟ من اللي يتكلم؟ اولادك اللي يتكلموا الصغار. ها خلفان، حمو انت كذاك دومك فال مني خلفان. ايش اسوي؟ انا لازم اكلم سعيد بس الوقت ما مناسب. انا رايح. يدور على سعيد؟ علي يكون باغي سعيد يسدد الفاتورة عنه؟
بس ابوي بس علامش سمور اليوم الله يهديه شعل هيش ذا الصياح بس ابوي الرحمن لا حبيبتي سمعوا يلا خطك يا ربي يا فرحان علامكم اليوم انتم ما تخلوني كذي واقفة عندكم لا بروح اطبخ ولا شبي ابوكم يتنازع علي بس ابوي الرحمن اطب حبيبي فرحان علامك امي علامك ابوي ابوي تعبت من كثر ما اعطيكم ذا الحليب اغرغركم بيه بتبشموا لا اله الا الله بس ابوي بس اقوم يا رب لا اله الا الله يا سمور هلكتوني علامكم اليوم مو يعوركم ما اعرف مو يعورهم رحمن رحيم بس ابوي بس الرحمن صلاة محمد على السلام ابوي سمورة يلا محلاه بس ابوي بس بس حبيبي يا ربي تو انا ايش اسوي ايش اسوي مثل حالة حين ابوهم بيطلب بالغداء وانا عاد ايش اقول لديك الساعة السلام عليكم مرحبا سعيد عليكم السلام ما لهم صحوا ما ادري ايش اعورهم اليوم ما طايعين يسكتوا البر يا حليل هون زين اتغير ملابسي وبجيش يلا وابوي الشيمه ابوك راح يسالني على الغداء ايش اقول له خبروني لا اله الا الله غبتي غبتي سعيد سعيد اجازي يلا اوعانك يلا خذ كان غدا ايش اقول الحين على سعيد بعني لين تو انا ما طابخه شاي على ما طابخه يديني لهي يا اولادك معقول هذا الكلام سعيده وانا جوعان معقوله اي نعم معقوله يوم الفرحان وسميره اولادك انت هذه حالتي من صباح الله قايمه وتاركه شغل البيت ويالست لهم يلسه تعبت معاهم يا سميره تصيح يا فرحان يصيح وايش اسوي ما طايعين يسكتوا يعني كيف الحين ما اتغدى يعني ما اتغدى تتغدى لكن ايش اقول لك عندي حلين واختار منهم واحد يا ان اروح اطبخ وتمسكهم يا تروح تطبخ عني وامسكهم عنك لا ابوي امر الله انا بمسكهم وسيري طبخي انت لكن بسرعه ثاني جوعان مصاري تتقطع ان شاء الله سعيد ما يهمك انا قاصه البصل بس اروح اكمل عادك تو بيفوح العيش سعيد خير اشوفك ما جايب لي الاغراض وطالبتهم اي اغراض الله يهديك يا سعيد منين اجيب انا ما عندي فلوس ديون الناس علي ما قادر اوفيها بعد اجيب اغراض الله يهديك انت يا سعيده يلا يا سعيد انك دوم اللي تصيح بالمال حما عندك وما عندك زين منينك منين نشرب خبرك لحظه شويه امسك ولادك جنجه جنجه حبيبي تقولونه 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 شكره هاي مسكين تبغى تنام هذه حليله وهذا جوعان وحليله دورك دورك بابا دورك يمكن ينفع عنك توفي شيء من الديون ولا تجيب لنا الاغراض بناقصه منين جبت الفلوس انت خذ بالاول وبعدين اسال ماشي وما تسال عنا حتى عن حوه وعروقه لا تقطع رزقك خذها انت وبس أول شيء أعرف من هين جبتها الفلوس وبعدين بأخذها من هين جبتنهم سعيد كما سارقتنهم هذه الجاراتي جايباتنهم حال يوم جاي يزورني على أولاده حال صغيري وليش أعطمني جاراتك وليش زورت حال أولاده وإيش المناسبة بيعرف أنا لكتني سعيد كأنك ما عايش في ذي الدنيا أبوي جاي يزورني جارات جايبينهم هدية حال أولاد حال أولادك لا إله إلا الله يعني أنت بعد يوم يولدهم تعطيه نفس الشيء ايه نعم تو وصلت بلادك هذا حق ولازم وواجب علينا يكون يعني مثلا اذا وحده منهم جابت لي خمسه وتعطيه انت خمسه ما اقل عنهم يعني لا يا سعيد اكثر اعطي اذا مثلا اعطي سته ولا سبعه ولا حتى عشره فضيحه لازم ارد اكثر سعيده نعم لو فرضنا جاراتك ست سبع مره وحده ولدا يعني هي وعلى قولتي مضيفاتنك ما طاطنك فلوس انا من هنا اجيب لهم فلوس من هنا اجيب لي من تلحافي من هي اي والله يا سعيدة ما فكرت في ذا الشيء من هين سعيد يخرف ذيك الساعة فلوس الله يكون في عونك يا سعيد بس هاتي هنا ابوي امر الله بعدين تتدبر الامور كل هنا تخرجين كل هنا سير طبختي زين دير بالك على اولادها هلا الله فيهم لا تطلع حرتك فيهم وش ابوي بس اسكت ابوي تسكت اسكت بسكم الصياح وانتي بعد لحظة أبوي لحظة جاي لحظة سكتوا أبوي بس يفتح الباب جلسوا أروح ولا لا سكتوا شوية جاي أبوي جاي زين شحيل لأخذكم معي تعال جايب لحظة أخوي جايب أوي لحظة السلام عليكم كيف الحال؟ كيف الصحة؟ ليش يصيح؟ شوية هاي بردان كنا باين عليها هذا فرحان؟ هاي فرحان
هاي سميرة. هاي سميرة. الله يبارك فيهم. يتربوا في عزك إن شاء الله يا رب. سعيد. نعم أخوي. أنا بصراحة آسف جيتك في هذا الوقت الحرج يعني. لا أخوي ما في شيء أبدا. كيف الحال؟ أكيد الموضوع مهم. مهم مهم جدا جدا ما يستاهل التأخير. نعم. تفضل أخوي تفضل. الله يحفظك يتربى في عزك حياك الله حياك الله هلا هلا فيهم خرجت بس ما ظهر يعني طول حليب ليش يصيحوا؟ اعطيناهم بشات فيه ما عاد ما ادري علامه فرحان مسكين يا حليل فرحان ها خير كل خير صبروا ابوي شويه صبروا خلينا نتكلم مع الرجال سكتوا شويه سعيد خير نعم الموضوع هذا وايد سعيد انا اعرف ان العد مرتبك انت يلا يلا تقضي احتياجاتك كلها ومصاريفك انت كثيره انا بصراحه فكرت في مشروع المشروع هذا انتشارك انا وياك فيه مشروع مهم وفلوسه مضمونه 100% بيدر علينا ارباح طايله بيعوضك عن كل خسائرك نعم بس يا خلفان يا اخوي انا ما افهم في السوالف هاي شغلاتكم انتم التجار انا ما افهم منها هالامور هذه سعيد خير سعيد أنا ظروفي شوية المشروع هذا يبغى له فلوس وأنت تعرف أنا المبلغ هذا ما عندي قلت في نفسي أنت شارك أنا وأخوي سعيد وإذا شاركنا مع بعض إيدنا في يد بعض المشروع أرباحه بتزيد ومضمون مضمون مضمون ها بس يا خلفان يا أخوي أنت عارف أن سالفة الزواج هاي فلستني وبعدين دول هالشكول الاثنين ما شاء الله مصاريفهم وايدة منين بس يا أخوي منين أجيب ما في لحيلة ما شيء زين بسيط تسلف من عند عمك سلوم ودر عمك سلوم لا تتسلف من عنده انت ما عندك مرتب في البنك عندك ايه تسلف على ضمان مرتبك مشروع مضمون يا سعيد 100% صفقة ارباحها ما يحتاج ها ايش قلت سعيد خبر يا بسرعة ايش رايك انت تشارك عم سلوم لا 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 عمك سلوم لا عمك سلوم الحافي حد يشارك سعيد انت تعرف عمك سلوم زين انا جاي انك انت تشاركني ولا لا مشروع انا بغيت تشاركني ارجوك سعيد مشروع مهم والله ايش اقول لك يا خلفان عطني فرصه افكر في الموضوع خلاص انا اعطيك الفرصه بس ارجوك عاد ارجوك يا سعيد رد علي في اسرع وقت زين عسى خير بس بس سعيد انا اريد اعرف انت ليش تريد تاخذ هذا القرض من البنك انا يا عبد الله خلاص نويت ادخل ميدان التجاره اي بس ليش كل هذا ليش تدخل في مجال ما هو مجالك يا عبد الله الحين يا اخوي ظروفي تغيرت ولا يخفى عليك المسؤوليات كبرت بيت وزوجه واطفال يعني كلها مصاريفي مصاريف وبعدين بيني وبينك الواحد المفروض يزيد من دخله علشان يوفر ما يحتاجه الاسم بس يا سعيد انت ما تشوف ان مبلغ 4000 ريال مبلغ كبير انا عندي كثير يا عبد الله بس انا خايف انه ما يكفيني ادخل في شراكه مع خلفان انا ما دام اني بديت وخذيت القرض من البنك لازم اكمل من عند عم سلوم انا من ساكن وفي القلب سكناكن أنا من ساكن وفي القلب سكناكن وأنا لولاكن لولاكن ما كنت سلومي لولاكن وأنا لولاكن لولاكن ما كنت سلومي لولاكن أنا من ساكن وفي القلب سكناكن وأنا لولاكن لولاكن ما كنت سلومي لولاكن أنا لولاكن لولاكن ما كنت سلومي لولاكن يا الله يا حب الأول والأخير أنت ها 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 نعم مسك وعنبر وياسمين وريحان وعود يا الله يا الله يا الله يا وسعيدة وسعيدة ياي ياي تعال تعال هوا سعيد قال سعيد ولدي مرحبا بيك حي الله من جاني الله يحييك عمي كيف حالك عمي الحمد لله باب عمي تفضل باب تفضل استريح لا حسنت يا عمتي اقول عمي
أنا الحقيقة باغنك في كلمة بيني وبينك شوي. زين يا ودي، ما حد غريب، هذه عمتك مسعيدة مساكينة. يقول لك الوليد كلمة بيني وبينك، ما تفهم؟ هلا سير سير المجلس بيولس. إن شاء الله مسعيد، إن شاء الله. سير بقى. تعب يا سعيد، تعب بابي، تعب. يا مشتاق لك سعيد بابا. بابا سعيد، تعال أبوي مشتاق لك. كيف حالك بابا؟ الحمد لله بخير حبيبي عمي، بخير. صيح بابا، صيح. صيح أبوي، صيح. زين يا ولدي يا سعيد، يا ولدي حبابي، إيش خاطرك ما قلت لي؟ والله عمي الموضوع وما فيه، يعني الموضوع هو يعني الموضوع مالك يا ولدي جالس تطبق وحدي، ما فهمت منك شيء. الموضوع شويه محرج يا عمي، يعني دائما انصيك والموضوع مثل كل مره يعني، بس المرة عاد لساني ما يطاولني بالمره. بس يا ولدي بس عرفت السالفه. انت يا ولدي يا سعيد جاي تتسلى الغوازي من عند عمك مثل كل عاده. ونعم يا عمي، ونعم الرجل والله، ونعم العم، ونعم السند يا عمي، ونعم والله انك ما تقصر، ونعم والله يا عمي. بس 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 شيء بس، انا هذه النشيده حافظنها صم. زين قول لي يا ولدي كم باقي يعني كم؟ عمي انا الله يسلمك والله يخليك لي ان شاء الله، انا يعني برجع هذه السلفه مع السلفه القديمه لا اراد الله، لاني بصراحه يا عمي باقي اشتري شيء حق المستقبل للاولاد يعني. هي احبابي هي. إذا ولدي قلت لك كم باغي يعني، تعرف عمك سلوم مساكين على الله وعلى هذه الدلالة يعني. مي أنا بصراحة باغي بس أربعة يعني. إذا كانت أربعة ريالات ما علي. لا عمي شوي أكثر يعني شوي. كم يعني أربع مية؟ لا بعدك ما وصلت عمي، ما وصلت. سعيد؟ نعم. لا تكون باغي أربعة آلاف؟ بسك عمي، ايه وصلت بس. وش عيدة؟ عمي تعال الله يهديك. وش عيدة؟ تعال عمي عمي الله يهديك، علامك انت، الموضوع بيني وبينك الله يهديك، علامك انت كذي. توني ابغى شيلك انت. خير. هذا الأربعة آلاف، أنت مو تصيح على الأولاد مثلا باغي تشتري طيارة. بس خلاص عمي، خلاص 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 ما نبغى، بس خلاص. أرجوك. ألو سعيد، ها بشر ايش سويت؟ خبرني يلا، المبلغ دبرته ولا لا؟ يلا اخوي بسرعة يلا، ها بشرني أنت المهم. اسمعني يا خلفان يا اخوي اسمعني، لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا على الطبيعه ما يتفاهم، عاد على التليفون. اقول مشروعك هذا جاب الاحراج، جاب الاحراج. اي نعم، عموما انا ما عندي غير الاربعة الاف اللي متسلفين من البنك بس. اربعة الاف؟ لا 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 لا، ما يصير المبلغ هذا ما يكفي يا سعيد يا اخوي. اسمع انت اسمعني الحين، اقول خلفان بصراحه هذا اللي قدرت ادبره ما عندي غيره. قبل شويه كنت عند عم سلوم وفضحني الحافي، فضحني. خليك من الحافي، اسمعني المبلغ هذا ما يكفي، حتى لو خليت انا نفس المبلغ مع بعد ما دبر نفس. يا سعيد اسمع اسمعني، لا لازم تدبر، حاول المصلحتي ومصلحتك، انا جاي نفعك. ترى اللي عندي ما عندي غير 4000 بس، هذا انت حال على كيفك عاد. لا اله الا الله، يلا مع السلامه. يلا في مالا. قول سعيد. خير. اسمعك اليوم تعدد وتحسب فلوس مال ايش، هاي لاي الفلوس مال ايش؟ هاي قيمة الأرض اللي بنشتريها بعدها ما كفت. هي ما كفت، زين وكم عصرنا قيمة الأرض؟ والله يا سعيدة قيمتها الله يسلمك 16000. 16000؟ نعم. هي دي الفرصة عقب وجايبنا حالك خلفان. زين تو انتو يوم بتشتروا الأرض مرة عاد بتبنيوها؟ لا طبعا، ليش نبنيها؟ هاي الأرض يا سعيدة موقعها ممتاز، يعني بعد فترة يمكن تجيب 25-30 ألف. يعني بحالة هذه صار الربح زيادة ومضمون. شوف بالله تنعليك ما متمكن من عمره مقوى عظامك سعيد، لكن أنا أقول يعني بما أنت الموضوع يخص خلفان وفي دين خلفان، أنت إيش اللي يضمن لك الربح؟ إيش يضمن لك؟ خبرني. أنا ثقتي بالله وبخلفان كبيرة، وبعدين لا تنسين يا سعيدة خلفان جار وصديق ومعرفة قديمة.
ومعلوم ان جار وصديق ومعرفه قديمه، لكن يعني تبى الصراحه انا بقول كلمه في ذا الموضوع، لكن خايفه عن تزعل علي سعيد. اي لا ما بزعل، ابوي يقولي هات ايش عندك قولي. سعيد خير؟ تبى الصراحه انا تنبؤاتي تقول ان ذا المشروع احتمال انه يخسر. تنبؤاتك؟ نعم تنبأت شجرة الدر، تنبأت. أنا عارف أبوي تنبؤاتش حسب لها حساب، وعارف إن التجارة فيها ربح وخسارة، هذا عارف إنه. لكن على الله، الله بيساعد إن شاء الله. أنا حظي عاد. والله ما أعرف كيف ذا الحظ بو بيستوى عندك، ولو إنه يعني عاد أنا فوادية كني من ذي السالفة بالصراحة يعني. خيرها بغيرها يا خلفان. نعم خيرها بغيرها. ايش تقصد خيرها بغير ابو حمد انت؟ اقصد وما يخفى عليك ان انا الارض بعتها بعشرين الف ريال، والرجال باكر بيسلم الفلوس. بس يا ابو حمد لا تنسى ان احنا متفقين من الاول. يا خلفان انا كنت اريد الارض هذه حالك انت، انا عطيتك اسبوع كامل وبعدين عطيتك يوم، وانت يا اخوي يا خلفان ما ترضى الخسارة. الخسارة يا ابو حمد، انا بصراحة كان بودي ان الارض هاي تكون من نصيبي. انت تعرف يا خلفان وما يخفى عليك ان في التجاره كل شيء ممكن، وانا وعدك ان ما بتكون هذه الصفقه اخر صفقه، وان شاء الله بتكون هناك بيننا اعمال كثيره كثيره. ها على العموم احسنت يا ابو حمد ما قصرت. زين يا خلفان انا الحين استاذن، وما يخفى عليك ان عارف عارف ما يخفى عليك ولا يخفى علي انك مشغول يا ابو حمد. صح صح يا خلفان، مع السلامه. الله يحفظك. مع السلامه. أهلاً وسهلاً. السلام عليكم خلفان. خلفان سلامات مالك؟ اهلا سعيد، زين انك وصلت. خير؟ ايش اللي صاير؟ صار اللي صار يا سعيد. خير الاولاد فيهم شيء ولا حاجه؟ لا الاولاد ما فيهم شيء بخير، بس الارض. الارض؟ اي ارض بعد؟ الارض اللي كنا متفقين ان انا وياك نشتريها، ولا انت نسيت؟ لا ما نسيت يا خلفان، بس حالتك هذه حيرتني. ايش فيها زين الارض؟ جاء صاحب الأرض الحين وقال إن حصل لها مشتري بيشتريها. كيف؟ أفا إيش هذا الكلام يا خلفان؟ هذا اللي خرج قبل شوية؟ إيه نعم هذا هو. أخ لو كنت أعرفه كان دفرته كسرته هفشته هالزورة هذا يخليني أتسلم من البنك وبعدين يبيع الأرض. على العموم مثل ما قال ما يصير إلا الخير. أنا بعدين بمر عليك وبعطيك فلوسك هناك. يلا خيرها بغيرها. كيف خيرها بغيرها يا خلفان؟ أنا خسرت يا خلفان. البنك أخذ فوائد مقدمة من القرض، يعني بدفع الفوائد من جيبي، هذه هي الخسارة بعينها يا خلفان. جحيل الا بالله. ها شوي شوي على نفسك، جالسه تضحك علي بس. ايش يا ودي حلا لا تزعل علي، تو انا اضحك على ذا الموقف وخليت عمرك فيه. ها يوم قلت لك يا سعيد يا سعيد التجاره ما حالك انت، حال انسان يكون متمكن من عمره الله سبحانه وتعالى ميسر عليه، يكون اذا خسر في تجارته يتحمل الخساره هذه. ما انت تخسر مني وتغرم مني وتربح مني وتتعب وتتعب نفسك من اول ما بادي، ما يستوي يا رجال. ايش اسوي؟ تراها محاوله تصليح الحال. زين بعد ما خسرت فلوس البنك بعد. يلا الحمد لله رب العالمين. المهم تو انت جبت لي الاغراض بطالتنا حاس صغيرين جبتين. سمعينا سعيده هاي، نحن لازم ننظم مساله المصاريف هذه من اليوم ورايح. انت والله ما عندي مانع، سوي شيء نظم، كان عندك شيء من التخطيطات خطط. يلا
وأنا متأكد إن الحالة بتكون أحسن والمرتب بيزيد والأولاد يكبروا كل يوم والأيام تمر يا سعيدة ومحتاجين لأشياء وايدة ولازم نفكر في مسائل أهم من هذه المسائل. هي معلوم يا سعيد الأيام تمر هوا شيها أمسات أنا كنت بيت حياني محلان ويالسة واليوم هوا أنا شي قدامك وربي لك عيالك ومن باكر عاد بكرة خير عاد بكرة خير الإنسان في الدنيا هاي ترى مكافح ونوبذ الإنسان أحيانا شيء من مواقف يعني هذه عندش حق عندش حق في بعض المواقف الإنسان يجي له الدوده